إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء في القرآن والسنة. تسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. مسابقة يومية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري. تقديم أبو بكر عبد المعطي وأسامة العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال 17. إخوة الإيمان، من نعيم الجنات التي وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين أنها تجري من تحتها الأنهار، وقد وعد الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأنهم سيحلون أساور الذهب واللؤلؤ وسيلبسون الحرير. وسؤال هذه الحلقة: أذكر الآية الكريمة التي تتحدث عن هذه المعاني في الجزء 17 مع ذكر اسم السورة. السؤال مرة أخرى: أذكر الآية الكريمة التي تتحدث عن هذه المعاني في الجزء 17 مع ذكر اسم السورة الكريمة. جوائز المسابقة: 5 جوائز، قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه. مقدمة من وزارة الموارد المائية والري. تنشر المسابقة يوميا على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام. عنوان المراسلة: القاهرة، مسبيرو، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور 5، إذاعة القرآن الكريم. مسابقة الماء في القرآن والسنة. إلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. الماء في القرآن والسنة. تسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. مسابقة يومية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري. تقديم أبو بكر عبد المعطي وأسامة العربي.